UNDP. أدى دور الكبير وساعد الآلاف من المؤسسات في كل الوطن العربي كيف أن تنشئ مشروعا وكيف تديره وكيف وكيف وكيف. أنا اليوم بعد أن أشكر الـ UNDP على كل ما تقوم به ممثلة بالصديقة العزيزة أقول إنه الآن صار لازم أن أعرض على الـ UNDP شراكة جديدة ولكن شراكة معرفية، شراكة لنتحول كلنا إلى أن نصبح مجتمع معرفي. أنا أريد أن أقول حان الوقت، وإن كان متأخر مش حان، يعني نحن نتكلم عن مجتمع وما نحكيش بالثروة ولا بالفقر. أولا أحيي فلسطين، أعلى نسبة معرفة رقمية في فلسطين تحت الاحتلال وتحت الاضطهاد وتحت الظلم والعوز في كل شيء، ولكن استطاعت، فبالتالي ليست القضية لا موارد ولا دولة. هنالك دولة تمنع تصدير الكمبيوتر، أنا امبارح كنت عم بتكلم أنه نحن عم نحاول نبعث كمبيوترز لمراكز المعرفة التي نديرها في فلسطين، والعدو يعتبر الكمبيوتر قنبلة يمنع إدخالها إلى فلسطين، وهي حقيقة قنبلة. إذا كان يمنع اليهودي إدخال أداة المعرفة، يجب أن ندرك أن هذه هي السلاح الحقيقي. أنا أتعلم من الحوادث، من الأمور. يعني عندما رأيت هذا الكلب يستعمل الكمبيوتر قررت أن أكون كلب، وقررت أن أعرف كيف أستعمل الكمبيوتر. الآن نحن نقول أننا إذا كان عدونا يمنع إدخال الكمبيوتر، يجب أن ندرك أن هذا هو السلاح الذي يخاف منه. عم بيقدر يهرب أسلحة، وعم بيسمح لتهريب الأسلحة، وعم بيبيع الأسلحة، بس ما بيبيع كمبيوترز. الجيش الإسرائيلي يبيع الأسلحة ولكنه ما بيبيع الكمبيوتر، لأن هذا سلاح أقوى من السلاح الذي يقتل البشر. فإذا ندرك أننا إذا أردنا فعلا أن ننتصر، إذا أردنا أن نتفوق، إذا أردنا أن نتقدم، ما عندنا مجال إلا في هذا الموضوع. أنا أريد أن أطرح عليك سيدتي مبادرة طلال أبو غزالة ويو أن دي بي، الشراكة تاج يو أن دي بي بارتنرشيب فور ذا نوليدج وومن، ولتكن بالعربية المرأة المعرفية، نوليدج وومن باختصارها. وأنا حجزت على الموقع احتياطا، حجزت الاسم كموقع إلكتروني بالاسمين اللي هي نوليدج وومن ونوليدج وومن، ليكون تحت تصرف اليو ان دي بي، وبحيث أننا من خلال هذا الموقع كل ما نحتاجه ليس إنيبلينج ولا تمويل ولا إدارة ولا شيء، نحتاج أن نبث رسالة لكل إنسان، لكل امرأة إذا بتحبوا تقولوا امرأة، وإن أنا بحبش أقول لا امرأة ولا رجل، كل إنسان، كل امرأة تريد أن تنمي قطاع المرأة، أن يصلها رسالة بأنك تستطيع أن تصبحي من أغنى أغنياء العالم إذا أردت، لأنه ما في شيء يميز أي واحد من هذه العملاء. ما أنا عندما انتخبت في نيويورك لرئاسة مجلس تقنية المعلومات والاتصالات ورئيسا على 32 دولة كبرى ممثلين، ورئيسا على 8 شركات الكبرى في صنع التكنولوجيا في العالم، ما حدا قال لي انه انت عربي. ولكن انا عندما انتخبت طلبت الكلام من كوفي عنان وقلت له انا اود ان اشكركم جميعا. كانت الجلسة برئاسة كوفي عنان وفيها ممثل اليو ان دي بي وفيها ممثل الوورلد بانك وكل المنظمات الكبرى. اشكركم ان انتخبتوني عضوا في الفريق وعضوا في مجلس إدارة الفريق ورئيسا للفريق رغم علمكم بأنني فلسطيني
أردني مسلم عربي، يعني كل التهم اللي موجودة في الدنيا بعد 11 سبتمبر، كل هذه التهم كانت في هذا الرجل الذي انتخب بعد شهرين ب 21 أكتوبر، ب 21 نوفمبر عفوا، في 21 نوفمبر انتخب هذا الإرهابي رئيسا لفريق تقنية المعلومات في العالم في مقر الأمم المتحدة. ما فيش حدا بيقدر يميز على واحد في تقنية المعلومات. أنا أفخر بأننا نستطيع من خلال بث رسالة لتصل لكل امرأة، لكل طفل، لكل بنت في كل مكان في الدنيا، إنه طريقك للمستقبل هو أن تصبحي امرأة معرفية. ما في مكان في الدنيا للمرأة الغير معرفية. بنضلنا نخطب ونقول وبنوقف بالشارع مثل ما بدكم، بنمشي مظاهرات وبمشي معكم، ما بتودينا لشيء. ولكن أن نصبح مجتمع معرفي، وعيب علينا إنه منصير. إحنا هذه الأمة العظيمة بتاريخها المجيد بحضارتها، أنا لما بقوله بدنا نلحق بالركب الحضاري بعترض، بقول أنا آسف، يجب أن نقود الركب الحضاري في العالم كما قدناه في السابق، مش لازم يكون طموحنا أقل من هيك. والدليل على ذلك، أنا هنا مش بعمل ماركتينج، ولكن طلال أبو غزالة للملكية الفكرية، شركة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية في مجال الملكية الفكرية ومجال تقني، مش رأس مال ولا رأس مال ولا نفط، ولا الشركة الكبرى في العالم، في العالم في الكرة الأرضية بما فيها الشركات الأمريكية والأوروبية، فقط بقدنا. ليش؟ كيف صرنا؟ لأن تفوقنا كشركة ملكية الفكرية باستخدام تقنية المعلومات على كل منافسينا في العالم، الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، باستعمال تقنية المعلومات في إدارة شركة الملكية الفكرية. صار العميل تبعي مش محتاج لا يبعث لي تليفون ولا إيميل ولا فاكس ولا رسالة ولا شيء، يتعامل معنا من خلال الاتصال المبني الويب بيست كله. فإحنا قادرين أن نتفوق، ويجب أن نستطيع أن نتفوق. أنا الآن أريد أن أقول أنني من موقعي كمواطن عربي، لما بتطلع على الأطفال عم بيستعملوا الأدوات الذكية، وإحنا الآن منتقلين كما قلت العصر الحجري اللي هو عصر ما قبل المعلوماتية، العصر المعلوماتية، عصر المعرفة، ثم عصر سمارت تكنولوجي، سمارت إيج. وإحنا أنشأنا الشهر الماضي أول مركز في العالم للسمارت سولوشنز، كيف نحول المؤسسات والدول والإجراءات الحكومية إلى السمارتنس. سمارتنس يعني أن تستعمل الإنترنت ولكن من خلال أدوات التقنية الذكية. هذه مرحلة جديدة. الآن أي جهاز سمارت فيه طاقات مئات أضعاف أقوى كمبيوتر قبل 30 سنة. الآن هذه التقنيات اللي دخلت على 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 عالمنا تغير الواقع، ويجب أن تغيره. الإنترنت اخترعتها أمريكا، وأنا كل يوم الصبح بفيق الصبح وبصلي وبشكر أمريكا. إحنا يجب أن نقول الحق، أمريكا أهدت للعالم الإنترنت مجانا. خلينا ننسى كل عيوب وكل ما قامت به من أخطاء أمريكا تجاهنا، عملت شيء لا يثمن بثمن وهو اختراع الإنترنت. اختراع الإنترنت الآن وهو اختراع أمريكي وتدير أمريكا، وأنا قصته طويلة وعايشها، وأنا أسست الإنترنت غوفرنانس فورم، وأنا ترأست الإنترنت نظام الإنترنت. الآن أمريكا قررت وبحكمة أن تتخلى عن سلطتها على